تعيش بلدة دورة الغزال في مشاريع القاع حالة خوف وعدم استقرار نتيجة توغل الهجان السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا بالقرب من منازل البلدة منذ بدء حوادث سوريا. توغل الجيش السوري المستمر بحسب الأهالي يأتي بحجة وجود ثوار وتهريب أسلحة من الجانب اللبناني إلى الداخل السوري. هذه الرواية التي نفاها الأهالي نفيا قاطعا، وهم تحدثوا عن مضايقات يتعرضون لها وتهديدات كلما اقتربوا قليلا مما يسمى الحدود الفاصلة. فليل الثلاثاء توغل الجيش السوري بعمق 1.5 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية عبر دورة الغزال، حيث اشتبك مع عدد من الأهالي، وفي النتيجة أطلق النار على أحمد أبو جبل واعتقل 3 آخرين سوريين، حسين أبو جبل وأحمد الناري، ولبناني هو ميسر هايل أبو جبل. وفي صباح الأربعاء تجددت الاشتباكات بين الهجان السورية ومنشقين من الجيش السوري بحسب إحدى الروايات الأخرى، ما أدى إلى مقتل ضابطين و6 عناصر واعتقال حوالي 13 شخص بين لبنانيين وسوريين. ونهارا ساد الهدوء الحذر المنطقة مع خوف كبير عند الأهالي تحدثوا عنه بعيدا عن عدسات الكاميرا خوفا من الاعتقال والمضايقات. أما من تجرأ وتحدث أمام عدسات الكاميرا فروى ما جرى وطالب بدخول الجيش لحمايتهم. جينا لقينا أحمد أبو جبل مقوس بصدره، سايبينه 4 رصاصات. هذا كان براضي لبنانية وعند جيراننا، وأحمد أبو جبل ابن عمي بصير نازل في عبيته، ولا بصادفوا اياهم بيقوسوه بيقتلوه. الجيش وصل لعنا تقريبا شي 150 متر داخل الاراضي اللبنانيه. وخي كان وقت اللي طلعت انا بالسياره رحت على الفود مشان اطلب من الجيش. سالته ولك وين راح ميسر؟ قال راح على اويس ما بعرف شو، ولهلا ما بنعرف عنه شيء. ما فينا نناشد لا الاجهزه الامنيه ولا القوى الامنيه، لان كلهم بالنهايه عم يتعب. وما في يعني اليوم العسكري حمل دمه على كفه، يعني اذا بده يجي الان يجي عسكري سوري اوصى حرام. كمان في اطفال خايفه، نسوان خايفه، يعني اكثر شيء نحن عم نخاف على النسوان والبنات والاطفال الصغيره اللي كيهم رصاص رصاص وعزيف وكنابل وكل يعني الاسلحه الثقيله. لا ما اجى حدا من سوريا قاعد هون مشان ما يقولوا انه سوار وما سوار، لانها كلها اعلان سوري كله كذب بكذب. هذه الحوادث تسلط الضوء على مسألة ترسيم الحدود، الحدود التي لا أثر لها مطلقا في المنطقة، إذ وخلال جولة قمنا بها هناك تبين أن الحدود هي نهر، شجرة ومنزل، ما يصعب على أي فرد الوصول إلى المنطقة والتأكد من أنه ما زال داخل الأراضي اللبنانية. لذا كان على أحد الأشخاص القاطنين في المنطقة مرافقتنا للتمكن من القيام بجولتنا. يقع هذا المنزل الأبيض داخل الأراضي السورية، وعلى بعد أمتار قليلة يقع هذا المنزل داخل الأراضي اللبنانية، أراضي متداخلة ببعضها البعض وحدود غير واضحة البتة، ما يجعل المطالبة بترسيم الحدود حاجة أكثر من ملحة حفاظا على أمن وسيادة البلدين. من منطقة القاع، برنا نعم شديد، MTV.